القادمه. عبد الاعلى تحياتي لحضرتك. اهلا اهلا وسهلا. هي يعني خليني اكلمك النهارده على مباراه الزمالك والشباب، وفوز كان مهم جدا لنادي الشباب طبعا للمحاوله لضمان التاهل للدور القادم بعد التعادل الاول امام النصر السعودي، والنهارده فوز، وبالتالي في حاله من الاطمئنان يعني بعد هذا الفوز بالنسبه لنادي الشباب السعودي. صحيح طبعا المباراه كانت صعبه جدا على الطرفين، خصوصا الشباب اللي كان في الشوط الاول يعاني كثير من ضغط الزمالك، ولكن اعتقد ان الزمالك يعني اتيحت له العديد من الفرص لم يحسن استغلالها. واعتقد ان الخساره اليوم امام الشباب يعني راح تضع الزمالك في موقف صعب جدا. الزمالك بدا البطوله بشكل ممتاز جدا لما تغلب على الاتحاد المنستري وكان مستواه مقنع جدا. فخلينا نقول انه كان يعني ممكن النتيجه هذه تصعب كثير من مهمه الشباب من مهمه الزمالك، خصوصا انه راح يلعب المباراه الاخيره مع النصر. صحيح. اعتقد ان الزمالك يعني اضاع على نفسه فرصه كبيره جدا للتاهل. حقيقي. طيب يعني فنيات اللقاء انت شايف ان الزمالك كان الافضل، واحنا شفنا الحقيقه المباراه يعني، ولكن من وجهه نظرك من خلال تواجدك في اللقاء وتواجدك ومتابعتك للقاء، ليه الزمالك ما قدرش يسجل من وجهه نظرك؟ هل الدفاع القوي بالنسبه لنادي الشباب فقط؟ طبعا هو اكيد ان دفاع الشباب يعني المدرب اللي هو الهولندي هو المباراه الاولى اللي قلت فيها الشباب، المباراه الاولى ما كان نفس المدرب. المدرب اللي هو حاليا مارتين كايزر كان يعني للتو انضم الى الشباب وكان عنده يعني فكر مختلف عن المباراه الماضيه. فاعتقد ان المدرب يعني استطاع خلال خلينا نقول الفتره القصيره انه يحسن من اسلوب الشباب، خصوصا ان الشباب يعتبر هو اقل انديه سعوديه من ناحيه فنيه كعناصريه. اعتقد ان الهدف اثر بشكل كبير، يعني اللي تم حسابه ضربه جزاء اثر كبير على الزمالك من الناحيه النفسيه. فعشان كذا احنا شفنا كثير من المناوشات اللي صارت بين اللاعبين، شفنا ان الزمالك كثير من لاعبين الزمالك يعني طلع فترات معينه خارج اجواء المباراه. فاعتقد انه يعني الفضل الاول يعود لمدرب الشباب اللي استطاع التعامل مع المباراه بشكل جيد، وايضا الزمالك يعني اهدر العديد من الفرص اللي كانت يعني محقق التسديد، يعني اعتقد خلينا نقول كان بالامكان على الاقل يطلع من التعادل. طيب خليني اسالك يعني المباراه القادمه بالنسبه للنادي الزمالك، وهي امام نادي النصر اللي مليء بالنجوم الاوروبيه الحقيقه في الوقت الحالي، يعني يعني اخبار مانيه ايه، وهل هيلعب الماتش الجاي بجانب كريستيانو؟ يعني برضو لو التفاصيل موجوده عند حضرتك. طبعا بالنسبه لفادي ماني هو مفترض ان خلينا نقول في هذه الساعات القليله القادمه راح يتم اعلان الصفقه بشكل رسمي. اللاعب اجتاز الفحص الطبي وتم الاتفاق على جميع شروط العقد، ف يعني خلينا نقول خلال ساعات قليله راح يتم الاعلان بشكل رسمي عن انضمام ساديو ماني الى نادي النصر. بالنسبه لمشاركته بالبطوله العربيه، هو نادي النصر فعلا يعني قام بادراج اسم اللاعب في البطوله العربيه. فانا اعتقد من وجهه نظري انه لو كان في يعني حاليا النصر متفوق على الاتحاد المنستري، لو النصر تعثر بالتعادل او خلافه، انا اعتقد ان مشاركه ساديو ماني في المباراه الاخيره مع الزمالك راح تكون اكيده. في حال النصر يعني حقق الفوز، فاعتقد انه ممكن يعني لا مشاركه ساديو ماني امام الزمالك ماشي يعني غير مؤكده. طيب يعني خليني برضو اسال حضرتك عن البطوله بقى، يمكن طبعا نادي الزمالك اتمنى له التوفيق يعني في الماتش الجاي بالنسبه يعني كنادي مصري موجود في هذه البطوله، لكن خليني اسالك على البطوله. النهارده كان في عده لقاءات يعني من خلال متابعتك برضو، افضلهم واحسنهم في الاداء الفني بالنسبه للقاءات اليوم، الواحده بيفوز على شباب بلوزداد 2-1، ثم طبعا الرجاء بيفوز ايضا على الكويتي 2-0، وحتى الان زي ما انت شايف كده برضو النصر فايز، وفوز الشباب يعني على الزمالك. هو خلينا نقول الأمانة ان مستوى البطوله الى هذه اللحظه يعني مرضي كمستوى فني. الانديه او الفرق اللي يعني كان مؤمل عليها تظهر بشكل ممتاز، يعني قدمت اداء خلينا نقول يشفع لها ان تظهر بصوره حسنه بحيث انها تكسب نقاط المباراه او تكون صدر لمجموعاتها. ولكن خلال الفتره الماضيه تقريبا بدايه البطوله الى الان، يعني اغلب الانديه لعب مباريتين. بالنسبه لي وبالنسبه تقريبا لعديد من المتابعين، ان نادي الاتحاد السعودي حاليا هو الافضل من ناحيه المستوى الفني، من ناحيه العناصر الموجوده كقيمه فنيه.
طيب.